حكيم إنك لمن المرسلين على صراط مستقيم تنزيل العزيز الرحيم لتنذر قوما ما أنذر آباؤهم فهم غافلون لقد حق القول على أكثرهم فهم لا يؤمنون إنا جعلنا في أعناقهم أغلالا فهي إلى الأذقان فهم مقمحون وجعلنا من بين أيديهم سدا ومن خلفهم سدا فأغشيناهم فهم لا يبصرون وسواء عليهم أنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون إنما تنذر من اتبع الذكر وخشي الرحمن بالغيب فبشر بمغفرة وأجر كريم إنا نحن نحيي الموتى ونكتب ما قدموا وآثارهم وكل شيء أحصيناه في إمام مبين واضرب لهم مثلا أصحاب القرية إذ جاء المرسلون إذ أرسلنا إليهم اثنين فكذبوهما فعززنا بثالث فقالوا إنا إليكم مرسلون قالوا ما أنتم إلا بشر مثلنا وما أنزل الرحمن من شيء إن أنتم إلا تكذبون قالوا ربنا يعلم إنا إليكم لمرسلون وما علينا إلا البلاغ المبين قالوا إنا تطيرنا بكم لئن لم تنتهوا لنرجمنكم وليمسنكم منا عذاب أليم قالوا طائركم معكم أئن ذكرتم بل أنتم قوم مسرفون وجاء من أقصى المدينة رجل يسعى قال يا قوم اتبعوا المرسلين اتبعوا من لا يسألكم أجرا وهم مهتدون وما لي لا أعبد الذي فطرني وإليه ترجعون أأتخذ من دوني آلية إن يردني الرحمن بضر لا تغن عني شفاعة شيئا ولا ينقذون إني إذا لفي ضلال مبين إني آمنت بربكم فاسمعون قيل ادخل الجنة قال يا ليت قومي يعلمون بما غفر لي ربي وجعلني من المكرمين وما أنزلنا على قومي من بعدي من جند من السماء وما كنا منزلين إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم خامدون يا حسرة على العباد ما يأتيهم من رسول إلا كانوا به يستهزئون ألم يروا كم أهلكنا قبلهم من القرون أنهم إليهم لا يرجعون وإن كل لما جميع لدينا محضرون وآية لهم الأرض الميتة أحييناها وأخرجنا منها حبا فمنه يأكلون وجعلنا فيها جنات من نخيل وأعناب وفجرنا فيها من العيون ليأكلوا من ثمره وما عملته أيديهم أفلا يشكرون سبحان الذي خلق الأزواج كلها مما تنبت الأرض ومن أنفسهم ومما لا يعلمون وآية لهم الليل نسلخ منه النار فإذا هم مظلمون والشمس تجري لمستقر لها ذلك تقدير العزيز العليم والقمر قدرناه منازل حتى عاد كالعرجون القديم لا الشمس ينبغي لها أن تدرك القمر ولا الليل سابق النهار وكل في فلك يسبحون وآية لهم
أنا حملنا ذرية في الفلك المشحون وخلقنا لهم من مثلي ما يركبون وإن نشأ نغرقهم فلا صريخ لهم ولا هم ينقذون إلا رحمة منا ومتاعا إلى حين وإذا قيل لهم اتقوا ما بين أيديكم وما خلفكم لعلكم ترحمون وما تأتيهم من آية من آيات ربهم إلا كانوا عنها معرضين وإذا قيل لهم أنفقوا مما رزقكم الله قال الذين كفروا للذين آمنوا أنطعم من لو يشاء الله أطعمه إن أنتم إلا في ضلال مبين ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين ما ينظرون إلا صيحة واحدة تأخذهم وهم يخصمون فلا يستطيعون توصية ولا إلى أهلهم يرجعون ونفخ في الصور فإذا هم من الأجداث إلى ربهم ينسلون قالوا يا ويلنا من بعثنا من مرقدنا هذا ما وعد الرحمن وصدق المرسلون إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم جميع لدينا محضرون فاليوم لا تظلم نفس شيئا ولا تجزون إلا ما كنتم تعملون إن أصحاب الجنة اليوم في شغل فاكهون هم وأزواجهم في ظلال على الأرائك متكئون لهم فيها فاكهة ولهم ما يدعون سلام قولا من رب رحيم سلام قولا من رب رحيم سلام قولا من رب رحيم وامتازوا اليوم أيها المجرمون ألم عهد إليكم يا بني آدم ألا لا تعبدوا الشيطان إنه لكم عدو مبين وأن اعبدوني هذا صراط مستقيم ولقد أضل منكم جبلا كثيرا أفلم تكونوا تعقلون هذه جهنم التي كنتم توعدون اصلوها اليوم بما كنتم تكفرون اليوم نختم على أفواههم وتكلمنا أيديهم وتشهد أرجلهم بما كانوا يكسبون ولو نشاء لطمسنا على أعينهم فاستبقوا الصراط فأنى يبصرون ولو نشاء لمسخناهم على مكانتهم فما استطاعوا مضيا ولا يرجعون ومن نعمر ننكسه في الخلق أفلا يعقلون وما علمناه الشعر وما ينبغي له إن هو إلا ذكر وقرآن مبين لينذر من كان حيا ويحق القول على الكافرين أولم يروا أنا خلقنا لهم مما عملت أيدينا أنعاما فهم لا مالكون وذللنا لهم فمنها ركوب ومنها يأكلون ولهم فيها منافع ومشارب أفلا يشكرون واتخذوا من دون الله آلية لعلهم ينصرون لا يستطيعون نصرهم وهم لهم جند محضرون فلا يحزنك قولهم إنا نعلم ما يسرون وما يعلنون أولم يرى الإنسان أنا خلقناه من نطفة فإذا هو خصيم مبين وضرب لنا مثلا ونسي خلقه قال من يحيي العظام وهي رميم قل يحييها الذي أنشأها أول مرة وهو بكل خلق عليم الذي جعل لكم من الشجر الأخضر نارا فإذا أنتم منه توقدون أوليس الذي خلق السماوات والأرض بقادر على أن يخلق مثلهم بلى وهو الخلاق العليم إنما أمره إذا أراد
أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. فسبحان الذي بيده ملكوت كل شيء وإليه ترجعون. فسبحان الذي بيده ملكوت كل شيء وإليه ترجعون. فسبحان الذي بيده ملكوت كل شيء وإليه ترجعون. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد، الله صمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. لا إله إلا الله والله أكبر، الله أكبر، ولله الحمد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد، الله صمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. لا إله إلا الله والله أكبر، الله أكبر، ولله الحمد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد، الله صمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. لا إله إلا الله والله أكبر. الحمد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق، من شر ما خلق، ومن شر غاسق إذا وقب، ومن شر النفاثات في العقد، ومن شر حاسد إذا حسد. لا إله إلا الله والله أكبر، هو أكبر، ولله الحمد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس، ملك الناس، إله الناس، من شر الوسواس الخناس، الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. لا إله إلا الله والله أكبر، الحمد. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. رب اغفر لي ولوالدي، آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام ميم. ذلك الكتاب لا ريب فيه، هدى للمتقين، الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون، والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون، أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون. وإلهكم إله واحد، لا إله إلا هو الرحمن الرحيم. الله لا إله إلا هو الحي القيوم، لا تأخذه سنة ولا نوم، له ما في السماوات وما في الأرض، من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه، يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم، ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء، وسع كرسيه السماوات والأرض، ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. لله ما في السماوات وما في الأرض، وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله، فيغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء،
والله على كل شيء قدير. آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير. لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. آمين. لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما أنتم حريث عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين وكان الله بكل شيء عليما. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. لبيك اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم. دعواهم فيها سبحانك اللهم وتحيتهم فيها سلام وآخر دعواهم أن الحمد لله رب العالمين. بسم الله الرحمن الرحيم. محمد مصطفى میری خبر لو رسول کبریا میری خبر لو علی شیر خدا میری خبر لو کشا میری خبر لو او کل کے پیر خواجہ حسن بصری امام دو سرا میری خبر لو سرائے عبد واحد ابن زید خدا میری خبر لو فزیل بن عیاض بار عزد یہی ہے التجا میری خبر لو امان الارض ابراہیم ادہم فلق کے بادشاہ میری سدید الدین حذیفہ مر اشیاب فراہ حل عطا میری خبر لو امین الدین حبیرہ شاہ پسرا فحق مرتضی میری خبر لو علو دین ور عالی مراتب اے دنا میری خبر لو ابو اسحاق چشتی خواجہ دین امام اولیاء میری خبر لو ابو احمد شہنشاہ فرسنا رضا میری خبر لو جناب شاہ خدی خواجہ محمد جہاں کے پیشوا میری خبر لو ابو یوسف عزیز مصر معنا
قدام میری خبر لو جناب کود پودی مودود چستی اسیر غم ہوا میری خبر لو مدد حاجی شریف زندنی ہو وہ بندی بلا میری خبر لو تو آئی خواجہ اسماعیل ونی کی اکا میری خبر لو معین الحق معین الدین چستی سراپا ہے بلا میری خبر لو جناب خاج کتب الدین کاکی و کتب اولیاء میری خبر لو فرید الدین مسعود شکر گنج و زہد الانبیاء میری خبر لو نظام الدین سلطان المشایخ ری خبر لو نصیر الدین چراغ تہلوی اب نصیر الاولیاء میری خبر لو کمال الدین علامہ عالم حلیم و رہنما میری خبر لو سراج الحق سراج الدین چشتی سراج الاولیاء میری خبر لو جناب خواجہ علم الحق و الدین مکہ میری خبر لو جناب شیخ محمود الفراجن قدام آپ کا میری خبر لو جمال الحق و الدین شیخ جمن اے آل ابا میری خبر لو حسن با محمد نام نامی کیا میری خبر لو محمد چشتی شیخ زمانہ ادھر دیکھو ذرا میری خبر لو مدد کتب مدینہ شیخ یحییٰ براہِ مصطفیٰ میری خبر لو کلیم اللہ جہاں آباد چشتی کلیم کبریا میری خبر لو نظام الحق و الدین زیب اورن میری خبر لو جناب خواجہ فخر الدین چشتی شہ ملک ولا میری خبر لو ترحم خواجہ نور محمد و اب دست پا میری خبر لو مدد پیر کلم خواجہ سلیمان چاہے تو سا ذرا میری خبر لو تمہیں حافظ محمد با علی ہو شعاہ میری خبر لو بحق شاہ خیر آباد تو سا حبیب اولیاء میری خبر لو حبیب پاک صوفی شاہ نظامی براہ خواجگاہ میری خبر لو جناب شاہ ابراہیم صوفی خدا کا واسطہ میری خبر لو شہِ عبدالعزیز اللہ والے مجاہ میری خبر لو محمد کے غلام صوفی ثانی میرے رہبر ذرا میری خبر لو بحق کے خواجگاہ نے چشت مرشد سعید با صفا میری خبر لو بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ
On behalf of the Habibia Sufi Sabha Shafi Darbar, Riverside, Durban, Kenville, the Sahib Sajjaja, Hazrat Mufti Ghulam Muhammad Sufi Siddiqui Habibi, as well as Hazrat Mufti Muhammad Farooq Sufi Siddiqui Habibi and Hazrat Mufti Muhammad Ibrahim Sufi Siddiqui Habibi, welcome one and all to the Salih Sawafri de Khatam, Hazrat Shah Abdul Aziz Sufi Sani, Rahmatullahi Ta'ala Alayhi. May Allah Subhanahu Wa Ta'ala grant Hazrat a high abode in Jannah and the companionship of Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam and his pious predecessors. Ameen. Quick announcements. The Sufi Sa family and the Muhammad Yusuf family of Atomic Demolishers invites you and your family to the 131st Urush Sharif of Khwaja Garibul Nawaz, Rahmatullahi Ta'ala Alayhi, Hazrat Sufi Saab, Rahmatullahi Ta'ala Alayhi, and Hazrat Darajan, Rahmatullahi Ta'ala Alayhi. Inshallah, this will take place on the 11th till the 17th of January 2024. Inshallah, kindly see notice board for further details. Inshallah, the 40-day khatam will take place on a date and time will be announced in due course, and a tribute will be given to the life and contribution of Hazrat Shah Abdul Aziz Sufi Sahab, Rahmatullahi Ta'ala Alayhi. Dua Shifa is requested for Ghulam Suleiman and Ziyad Matala. May Allah Subhanahu Wa Ta'ala grant him a full and complete Shifa. Langra supper will be served immediately after the salam and dua. Hafiz Rashid, please stand for Salatu Wassalam. يا نبي سلام عليك، يا رسول سلام عليك، يا حبيب سلام عليك، صلوات الله عليك صلوات، نور الأول نور آخر، باعث كونين ظاهر، سب رسول من راز حقانی سے ماہِ، یا نبی سلام علیکا یا رسول کا، یا حبیب سلام علیکا صلوات الله عليك صلوات الله، نحن أقربك خلاصة، رمز لولاك لماك، نام احمد نے دکھایا میم کا پردہ جمایا، شین اللہ يا عبد القادر محي الدين في القلب المدد، يا عبد القادر المدد، خاستم محبوب سبحان، پیار مصطفیٰ
کی ہو جا نور زہرا حیدری شاہ دلبر شاہ شہیدا شیر اللہ يا عبد القادر محي الدين في القلب حاضر جيلاني بالله بادر المدد يا عبد القادر المدد يا عبد صلاة وسلام عليك يا سيدي يا حبيبي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا رحمة للعالمين الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم بلغ وأوصل ثواب ما قرأنا هدية إلى سيدنا رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم، وهدية خاصة إلى أبي سيدنا المرحوم عبد العزيز صوفي برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اغفر له وارحمه وسكنه وادخله وروحه في الجنة. اللهم لا تحرمنا أجره ولا تفتنا بعده، واغفر لنا وله وارحمه واسيتي يا مولانا يا أرحم الراحمين. أنس الله وخشته ورحم الله غربته، وتجاوز الله عن سيئاته وقبل الله حسناته. إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. لبيك اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد، طب القلوب ودوائها، وعافية الأبدان وشفائها، ونور الأبصار وضيائها، وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. اللهم يا وهاب صل على سيدنا محمد فاتح الأبواب، وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم افتح لنا بالخير، واحتم لنا بالخير، واجعل واكب أمورنا بالخير، بيدك الخير والعافية، إنك على كل شيء قدير. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.